بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أماني عبد الفتاح، مدرس باثولوجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن vascular system regarding the practical point of view. إحنا أخذنا في المحاضرة وعرفنا إن إحنا عندنا أنواع من ال blood vessels اللي هي according to the size، في large artery زي الأورطة، في large vein زي الفيرو فينا كافا، وفي medium sized artery وفين زي الفيمورال زي البريكيال معظم الماسكولار فيسلز. احنا في البراكتيكال هناخد مثال من كل واحد من دول ونشوفه تحت اللايت مايكروسكوب بيبان ازاي. هنبدا باول سيكشن عندنا ل اكزامبل اوف لارج ارتري اللي هو الاورطة. برضو في المحاضره اتكلمنا وقلنا ان احنا عندنا جنرال ستراكشر لكل البلاد فيسلز، ان الوول بتاعها عباره عن 3 طبقات سميناهم تونيكا انتيما اللي هي الانر لاير، تونيكا ميديا اللي هي الميدل لاير، وتونيكا ادفنديشيا اللي هي الاوتر موست لاير. بالنسبة للأورطة كلارج فيسل أو كلارج ارتري بالذات، عرفنا انه دي تيك انتما تيك ميديا تين ادفنديشيا، ده الارتريز عموما والأورطة خاصة من الوول بتاعه. تيك وول مين للثيكنس هو طبقتين الاولانيين اللي هو الانتما والميديا اللي هما ثيك، بالذات الميديا هي الموست ثيك لاير. وبعد كده اللاير الاخير اللي هي التونيكا ادفنديشيا عباره عن كونكتيف تشو فيها فازا فازورم، هي ثين لاير في الوول اوف ارتريز عموما والاورطه اللي معانا هنا في الصوره. يبقى السكشن ده سكشن في الاورطه، الوول بتاعه 3 طبقات من جوه لبره، يعني هنا كده اليومن اهو اللي فيه بلاد ماشي جوه. هنا اول طبقه بعد اليومن على طول او تاتشنج البلوت هي التونيكا انتما، والانتما زي ما خدنا عباره عن اندوثيليوم اللي هو فلات سيلز وسفلات نيوكلياي، وتحتيها طب اندوثيليال كونكتيف تيشو. انترنال الاستيك لامينا قلنا موجوده في الارترز وعباره عن الاستيك فايبرز موجوده بين الانتما وبين الميديا. بعد كده اللي هي الثانيه اللي هي التونيكا ميديا. التونيكا ميديا عباره عن فلاتي فايبرز والاستيك فايبرز، قلنا في الارترز بس بنشيل كل ما هو إلاستيك لما نتكلم عن الفينز. بعد كده التيونيكا أبنديشيا عبارة عن كونكتيف تيشو و بلود فيسلز اللي هي الصغيرة اللي بنسميها فازا فازا. يبقى ده كده سكشن في الوول اوف أورطة، واضح ان هو ثيك، واضح ان هو مليان إلاستيك فايبرز اللي عاملة زي الموج الأحمر دي، أسيدوفيليك ستين فايبرز دي كلها عبارة عن إلاستيك فايبرز وبينها وبين بعض سموث ماسل فايبرز. واضح هنا ان الوول بتاعه او الانر لاير الانتما يعني تعتبر ستريت شويه، ما هياش فولد زي ما هنشوف في الميديم سايز ارتري كمان شويه. ده سيكشن تاني برضو للاورطه، يعني شكل تاني نبص عليه. ادي برضو الثلاث طبقات اهم، الانتما والميديا والادفنتيشيا، والانتما اندوثيليا وصب اندوثيليا كونكتيف تيشو برضو فيها الاستيك فايبرز، الميديا سموث ماسلز والاستيك فايبرز، والأدفنتيشي عبارة عن كونكتيف تيشو و كونتين بلاد فيسلز اللي هي فازا فازا. نيجي بقى لإكزامبل أوف لارج فين. مين اللي عندنا كإكزامبل؟ inferior فينا كافا، ده one of the largest veins في البادي. أدي الوول أوف ذا فين. الفين عموما لي thin intima و thin media و thick adventitia، يعني عكس الأرتر. فالإنفيرو فينا كافا ونفس الكرايتيريا اهي، ادي الانتما شايفين قد ايه صغيرة، ثين انتما ثين ميديا رفيعة برضو وثيك ادفنتيشيا، فدي الطبقة المين في الوول اوف فينز عموما والإنفيرو فينا كافا خاصة لو ثيك ادفنتيشيا. وقلنا انه الثيك ادفنتيشيا في الإنفيرو فينا كافا بالذات فيها كاركتر خاصة بيها غير اي فين تاني، وجود longitudinally arranged smooth muscle fibers. الجروبس اللي احنا شايفينها زي مجموعات 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 دي عبارة عن smooth muscle fibers اللي كده مجموعات، دي characteristic for the wall of inferior vena cava، ما بشوفهاش في اي فين تاني. بقى الفينز عموما ليها thick adventitia، والadventitia عبارة عن connective tissue collagen fibers وفيها vasa vasorum. الadventitia of inferior vena cava بالذات كونكتيف تيشو معاه سموث ماسلز اللي هي المجموعات اللي احنا شايفينها في الصوره دي. يبقى دي ادي الثلاث طبقات بتوع الوول. برضو هو الوول بتاعه عموما ثين كومبيرت مع الاورطه، الفين بيبقى ثينر، الارتريز بتبقى ليها ثيك وول. الثلاث طبقات هما هما، ولكن بالعكس
الانتما والميديا فين والادفنتيشي هي اللي فيك. وهنا قلنا الكاركترستيك بوينت الانفيرو بينا كذا ايه, وجود بندلز وفي سموث ماسلز المستنلي ارينجد في الادفنتيشيا بتاعته مش موجوده في اي فين تاني. ده بالنسبه للاكزامبل اوف لارج فين او الوول اوف انفيرو بينا كذا. نيجي بقى للميديم سايز ارتريان فين, ادي سكشن بلو باور ميجنيفيكيشن, ادي الارتري اهو دي ثيك وول ونارو ليومن, وادي الفين ليه ثين وول وليه وايد كولابسد ليومن. فده لو باور عشان بس اوضح الكاركترز بتاعت كل فيسل من الاثنين بالمقارنه. في الاغلب بيبقوا ماشيين سوا زي ما احنا شايفينهم كده, ده سيكشن مع بعض يبقى ماشي الارتري والفين سوا في الكورس بتاعه. ده بقى بهاي باور شويه عشان نشوف الوول اتسلف. فهو الثلاث طبقات هم ادي من جوه, ده هنا البلاد ماشي هنا, بلاد ماشي هنا, عشان كده اول طبقه عندي هي الاندوثيليوم او الانتما. يعني اول طبقه هي تيونيكا انتما, الطبقه اللي في النص هي تيونيكا ميديا, والطبقه الخارجيه تماما تيونيكا ادفنتيشا بنفس التوصيف بنفس المكونات اللي ذكرناها في الاورطه. بس هنعلق ان هي طبعا هنا هتبقى ثينر, هي لسه عندنا ثيك انتما وثيك ميديا وثين ادفنتيشا, ولكن الوول ان جنرال طبعا مش هيبقى بتخلي الاورطه, هيبقى ارفع شويه. لو لاحظنا هنا الفولدنج اللي موجود ده, لان الوول هنا مكشكش شويه, ده نتيجه الويل ديفلوبد انترنال الاستيك لامينا اهي اهي, دي الانترنال الاستيك لامينا دي موجوده في الميديم سايز ارتري ويل ديفلوبد, فبتديني الكشكشه شويه اللي موجوده في الانتما بالشكل ده. الميديا واضح انها ثيك وانها مين لي سموث ماسل فايبرز ومعاها الاستيك فايبرز, وعشان كده ساعات بنسمي الميديم سايز ارتري ماسكولار ارتري. تمام. وبعد كده طبقه الادفنتيشيا ثين لاير كونكتيف تيشو فيها البلاد فيسلز الفازابل. طب نيجي للفين بقى, نفس الثلاث طبقات مع العكس في الثيكنس. انا عندي ثين انتما او يا دوب الاندوثيليوم كده خط وتحتيه كونكتيف تيشو رفيعه جدا, فالانتما رفيعه قوي. بعد كده ثين ميديا, بعد كده الثيكست لير هي الادفنتيشيا بتمثل المين ثيكنس اوف ذا وول. هنا الميديا اونلي سموث ماسلز, ما تنسوش كل ما هو فين نشيل منه الاستيك فايبرز, ما نحطش الاستيك فايبر في اي حاجه تخص الفين. الفين هيبقى كل المكونات موجوده, نيجي عند الاستيك ونروح شايلين. يبقى هنا الميديا من سموث ماسل فايبرز وكولاجين, هنا الادفنتيشيا من الكونكتيف تيشو كولاجين فايبرز ومعاها الفازوفازورم, الانتما اندوثيليا مساب اندوثيليا الكونكتيف تيشو برضه ما فيهوش الاستيك فايبر. ده بالنسبه لمقاره الميديم سايز ارتري مع الفين. برضه لو لاحظنا سمك الوول على بعضه, فهنا طبعا الارتري ثيك والفين الثينر, الثينر وول ارفع شويه ما هواش بنفس السمك بنفس سمك الارتري. بكده انا خلصت البراكتيكال اوف ذا فاسكولار سيستم, اعتقد انه سهل وصغنن كده, ان شاء الله تذاكروه بسهوله, وبالتوفيق يا رب ليكم, واشوفكم في البراكتيكال القادم باذن الله. السلام عليكم.